هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع آخر أخبار كأس العالم 2022، والبرتغالي كريستيانو رونالدو علق على خسارة فريقه قدام المغرب في دور الثمانية في نهائيات كأس العالم 2022، وقال إدون: كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحاً، ولحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية، لكن وضع اسم بلدي على أعلى مستوى في العالم كان حلمي الأكبر. كمان برونو فرنانديز لاعب منتخب البرتغال قال إنه حزين جداً بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، ده بعد الهزيمة من المغرب في دور ربع النهائي، وكتب على حسابه الشخصي على تويتر: من الصعب التعبير بكلمات قليلة عن كل شيء شعرنا به بعد انتهاء المباراة، لقد انهار حلمنا ورغم أننا فعلنا كل شيء في سبيل تحقيقه. هاري كين قائد منتخب انجلترا اعلن عن حزنه الشديد بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، وكتب هاري على حسابه الشخصي على تويتر: قدمنا كل حاجه واتحمل مسؤوليه التفاصيل الصغيره، مفيش داعي نهرب من اللي حصل، الامر مؤلم وهناخد وقت علشان نقدر نتعافى. لكن بعد تصريحات هاري كين خرج الاتحاد الانجليزي لكره القدم وواسى هاري بعد الاقصاء من المونديال، ونشروا تغريده على حسابهم في تويتر وقالوا: نحن جميعا معك ايها الربان، ابقى راسك مرفوعا. النجم الايفواري ديدي دروجبا وجه رساله لدعم لهاري كين قائد منتخب انجليزي بعد ان ودع منتخب انجلترا منافسات كاس العالم، وكتب دروجبا على حسابه الشخصي في تويتر: سيؤلمك ما حدث لكنك قائد حقيقي، اعجبتني طريقه لعبك في البطوله وكنت مثالا للمهاجمين بالتسجيل والتمرير والسيطره والقياده. هوجو لوريس حارس مرمى وقائد منتخب فرنسا أكد أنه ما تكلمش مع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي بعد مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس المونديال، وكمان قال لوريس: عاوز أكون صادق معاكم، إهدار كين لضربة الجزاء كانت لحظة مهمة في مباراة كبيرة، إحنا زملاء في فريق واحد وأنا بحترمه جداً. المنتخب المغربي تصدر قائمة أقوى خط دفاع بين المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022. المنتخب المغربي ما استقبلش غير هدف واحد بس، لكن فرنسا والأرجنتين وصلوا المركز الأخير بعد ما استقبل كل منتخب فيهم 5 أهداف. من ناحية تانية تصدر المنتخب الفرنسي قائمة أقوى خط هجوم بين المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وسجل لاعيبة إيديوك 11 هدف من بداية مبارياتهم في المونديال. بدأ منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بالفوز على أستراليا بنتيجة 4-1، ثم فاز على الدنمارك 2-1، وخسر من تونس 1-0، وتأهل في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط. وفي الدور ال 16 فاز على بولندا بنتيجة 3-1، في ربع النهائي فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2-1. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن قائمة اللعيبة اللي تم إلغاء البطاقات الصفراء عندهم، وقائمة اللعيبة اللي توقفوا وتم استبعادهم من نصف نهائي كأس العالم. وكان قرار الاتحاد الدولي لاستبعاد وإيقاف اللاعب المغربي وليد شديرة من مباراة المغرب وفرنسا بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده قدام البرتغال في الدور ربع النهائي. أشرف حكيمي ظهير منتخب المغرب وجه رسالة خاصة لصديقه وزميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا قبل مباراة الديوك والأسود المنتظرة في نصف نهائي كأس العالم، ونشر حكيمي الرسالة على حسابه الخاص في تويتر ووجه كلمة لمبابي وقال له فيها: أراك قريبا يا صديقي. ديدي ديشامب المدير الفني منتخب فرنسا أكد أنه لم يحسم مستقبله مع قيادة منتخب الديوك، وقال ديشامب: لسه ما خدتش قراري بخصوص الموضوع ده، مش عاوز افكر في اي حاجه دلوقتي غير في مباراه المغرب، كل تركيزي في الوقت الحالي مع المباراه اللي جايه اللي بالتاكيد هتكون مباراه صعبه وقويه. هيواجه منتخب الارجنتين المنتخب الكرواتي بكره في اطار منافسات نصف نهائي كاس العالم 2022، ودي هتكون المره السادسه اللي بيتاهل فيها منتخب التانجو لدور نصف النهائي في تاريخ كاس العالم. وفقا للاحصائيات فمنتخب الارجنتين ما خسرش ولا مباراه في نصف النهائي قبل كده، نجح في التتويج باللقب في نسخه 1978 و1986، وكان وصيف للبطوله في نسخه 1930 و1990 و2014.
وبكده انتهت جولتنا الرياضية. هرجع مرة تانية لمصطفى علشان نكمل معاكم فقرتنا الرياضية. شكرا ليك يا دينا.